تعود بقلب تكالبت عليه الأزمان فشاخ، ثقيل الكتفين قصير الأمل، فارغ الحقائب إلا من صور الأماكن والأحبة في الوطن. هكذا هو الوطن يستقبلك بثغر نضيح ويد مبسوطة، حيث أيام عمرك القديمة وأماكن اللقاءات الأولى ومواقف نضوجك وآمالك وأحلامك والأصوات التي ترعرعت في رأسك. لا شيء يضاهي أن تعود، أن تعود لسلامك أعزلا خافضا كل أسلحتك. أخيرا ها أنا هنا على أرض الوطن. سيدي وين عن أيام زمان؟ أصوات أبواق السيارات تخالط أصوات الباعة المتجولين بعرباتهم المكدسة بالبضائع البخسة، تتلاشى أصداء أصواتهم إلى العدم، عشوائية قاتلة، وجوه فاترة، مسنون أموات، موظفون ببدلات رسمية وأحذية أنيقة، يقابلهم رجل أشعث الشعر أغبر الملابس، عمال الوطن يميطون النفايات من الطرقات، لا أحد يكترث لوجودك أو يلاحظه، لا أحد، لكنك مجبول بسور هذه المدينة. وقفنا على أعتاب ذلك المبنى القديم الذي لطالما كان مكانا يحوي ما في أذهاننا من صراعات ثقافية أو سياسية، ذلك المكان الذي تردد في ثناياه صدى أصوات الشباب الذين يتباهون بها استعراضا وربما طربا. ما في شيء ظل زي ما تركنا، ما حسيت بالغربة إلا لما رجعت. ما دخلنا دون سابق إنذار في نقاش عن تلك الكواكب التي تسكن الصور المبروزة، لنخرج منها منهكين نتسابق أي منا يعرف أسماء من في الصور أكثر من الآخر. كيف أن الإنسان سيصير في نهاية الأمر صورة ربما لن يلتفت إليها أحد؟ تعرف عزيز الغربة، اليوم عرفت شعور مريض البرغوثي يوم حكي بروايته رأيت رام الله. هو كان يحكي عن رام الله ونحن نحكي عن عمان. لا حاجة للتفكير مرتين في أين سيكون مروان. وهنا جلسنا بعد معانقات تشربت فيها أكتافنا دموع الأعين المنهمرة. كيف لجدران أن تكون رفيقة معظم من في هذه المدينة شهدت على مناوشات الكبار قبل الصغار عند لعبهم الورقة والطاولة، وامتصت البخار المنبعث من كاسات الشاي والقهوة، وأصبحت رائحتها من رائحة دخان الأراجيل المنبعث من أفواه الرجال فيه. بضع مترات تفصل بين كواكب وسينما فلسطين. لا صوت يسمع سوى تردد وقع خطانا على أكوام الغبار، والجدران بالكاد بقيت قائمة تتشبث عليها لوحات صغيرة وكأنها تبعث لك برسالة مفادها الهروب من هذا الحطام.
عادت تلك المقاعد تصلح أن يسكنها أحد سوى الغبار. ومن ثم عرضت أول قبلة شاهدتها في حياتي بين عاشقين، والتي ضج عليها الحضور اعتراضاً، وربما كانت تلك المشاهد المماثلة متكررة العرض هي السبب التي جعلت الجميع يعزف عن المجيء إلى هذا المكان متوشحين بثوب الأخلاق المغلفة بالعادات والدين. كل هذا الخراب يشير إلى مصير محتم، الهلاك. تبقت الأماكن لكنها تخلو ممن اعتدنا على وجودهم فيها، أو بعض الذكريات التي تبقيك في الماضي رغما عنك، تمنعك من التقدم إلى المجهول. شو ضللنا من هالمكان؟ من الزمان. ضللنا الحنين، الحنين لكل شيء.